نحييكم مجددا مشاهدينا. اختراق أجهزتنا الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بنا وصفحاتنا على مواقع التواصل أصبح ظاهرة شائعة بأساليب مختلفة قد نقع في أفخاخها. للإضاءة على بعض هذه الأساليب وكيفية التنبه إليها ينضم إلينا الخبير في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم الذي ما هو معنا عبر سكايب من الكويت. صباح النور رولان. صباح النور توني وصباح الخير لكل المشاهدين. يا هلا فيك رولان. بداية، ما هي الاستفادة من خرق حسابات مستخدمي الإنترنت؟ بطبيعة الحال المعلومات، يعني نحن هلا صرنا بعصر، لانه نحن عم نحكي عن التحول الرقمي او الديجيتال ترانسفورميشن، فصارت المعلومات هي اذا بدك مثل منجم ذهب بالنسبة لكل العالم، هاي بطبيعة الحال. الشغلة الثانية، نحن بس نقول نحن بس نخترق ايميل معين لشخص معين بيشتغل بمؤسسة او بشيء، بصير في عنا اكسس او وصول لمعلومات كثير خطرة وكثير دقيقة، ممكن بمحل معين نأثر على حوالات مالية او غيرها من المواضيع يلي كلها هلا صارت عم تصير اونلاين ومن وراء الشغل من البيت وغيرها. فكل من هيك الاختراقات مش بس هدفها كمان انه بس انه انا عم بخرق ايميل او حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، انا عم بخرقهم تبع محل معين استفيد منهم بمحل معين، يا بيع المعلومات تبعت الشخص المعين او اقدر استفيد منها ماديا عبر تحويلات ماليه او غيرها. نعم، اذا بدنا ناخذ روابط شائعه جدا هذه الايام على فيسبوك مثلا، مثل تخيل شكلك بعد 20 عاما او ماذا يقولون عنك، هل في خفاياها خطوره؟ بطبيعة الحال يعني هذا الموضوع كنا بنتذكر في اللي صار سنة 2014 وفيسبوك أعلن عنه رسميا، اللي هو كامبريدج أناليتيكا، اللي هو إجا شخص مبرمج عمل تطبيق مثل هول التطبيقات يلي كان بسموه بيرسوناليتي كويز، يلي أنت كيف شخصيتك إذا حنون ولا عصبي ولا غيره ولا هيك. فهيدي مثل ما شايفين هلا قدامنا على الشاشة كانوا طالبين فيها انه هيدا التطبيق تقدر تستخدمها او هيدي اللعبه، هيدا التطبيق بده permission to post on your behalf، يعني بده يصير يطلع بوستات عنك على فيسبوك، وراح يكون عنده اكسس على كل المعلومات تبعولك حتى لما انت ما عم تكون عم تستخدم فيسبوك او هيدا التطبيق. وهون هيدي خطوره الموضوع يلي ثلاث ارباع العالم بس يشوفوا جيم او ابلكيشن مثل اخر وحده اللي انتشرت بشكل كثير كبير يلي هي لها علاقه بموضوع انه شو بيقولوا عنك بنشرات الاخبار، حاطين بمحل كثير واصل انه انت كثير واضح بمحل معين اذا انت بدك تستخدم هذا التطبيق انت رح تكون عم تعطي اكسس لهذا التطبيق على صورك، على معلوماتك الشخصيه، على اللغه اللي انت بتستعملها مع كل التفاصيل. العالم بطبيعه الحال ما بتقرا، فبتوصل بمحل معين اوكي انا بدي العب هذا الجيم بدي اشوف لانه غيري كلهم عم يستخدموها، فبستخدمها وبوصل لمحل انه بكون عم بعطي كل معلوماتي مش لفيسبوك، لهذا التطبيق. نعم، وطبعا منطلقين من ماركتينج او تسويق ذكي جدا لانه بيثيروا حشريه الايجو او الانا عندنا من خلال هالاسئله. بالحديث عن فيسبوك كاني فهمت ايضا ان هناك فيك فيسبوك يو ار ال، يعني في روابط مزيفه لفيسبوك، حدثنا عنها اكثر ومدى خطورتها. هلا بهذا الموضوع بطبيعه الحال دائما كل مواقع التواصل الاجتماعي بتشتغل على سايكولوجي او علم النفس عند الاشخاص، وبتشوف بمحل معين شو الاشياء اللي هن بتهمهم وشو الاشياء اللي اذا بدك بيكونوا انترستد فيها تيكبسوا عليها او تيلعبوا فيها. وكل ما هيك اذا بنلاحظ شغله بهذا الموضوع، اول ما يبلش حدا يلعب هذه اللعبه بتبين عن اصحابه رح يبينوا الباقيين يعملوها. وهذا الشيء كمان بيتطبق على موضوع بس نبعث رابط لشخص معين، وهذا الروابط بتكون بسمون شورتنر يو ار ال يلي دائما صرنا بنشوفهم على تويتر او لينكدين او غيرها. فهول الشورتنر يو ار ال شو بيصير بمحل معين؟ انا بيش اجبس على الرابط بس ما بكون عارف لوين هذا الرابط بده يوصلني. فهلا هون انا رح اعمل شغله، رح اعمل شير سكرين عندي على اللابتوب كرمال فرج العالم في عندنا هذا الموقع يلي هو مثلا جيت لينك انفو. هذا الموقع نقدر بمحل معين اي شورتنر يو ار ال او اي رابط صغير قبل ما اكبس عليه وروح عليه بمحل معين كرمال انا اعرف هذا الرابط لوين رح ياخذني، بقدر احطه هون وبقدر اعمل بريفيو ساعات انا بمحل معين يقدر بس حط جيت لينك انفو ببين لي انه هذا الموقع لوين رح ياخذني. هيك ساعتها اذا في خطر او في فيروس او اي شيء بيضويل على هذا الموضوع بشكل كثير واضح. يعني انت بتنصحنا بالذهاب الى getlinkinfo.com للكشف عن مدى امان هذه الروابط؟ صحيح، هيدي اول شغله. هون اول شيء نحن عم نكشف اذا هيدا الرابط لوين رح ياخذنا، لان انا اذا بيكون عندي شورتنر يو ار ال ما بيكون عندي واضح لوين رح ياخذنا. وفي عندنا موقع ثاني يلي هو واحد من المواقع اللي هو الترند مايكرو،
نحن اذا بنعمل سيرش ترند مايكرو سايت سيفتي او غيرها من المواقع ريليتد لمعروفين ويل نون انتي فايروسز، يعني عم نحكي مثل ماكافي مثل نورتون او غيرها، في عندي كمان اوقات رابط ما بيكون شورتنر، بيكون رابط واضح بس انا ما بكون عارف اذا هذا الرابط اللي حدا بعث لي اياه باي ايميل اذا في فيروس ولا لا. فانا اتاكد بركي اذا انا فتحت على هذا الرابط ونزل عندي فيروس دايركتلي بقدر احطه هون وبعمل له تشيك ناو. مجرد ما عملت له تشيك ناو يعني انا كانه عم يكون في عندي انتي فيروس اونلاين، ما بنطر تينزل عندي الفيروس تشوف اذا الانتي فيروس بالكمبيوتر رح اشيله، بكون عم بعمل بريفنشن يلي هي بكون انا عم جرب اعرف الانتي فيروس اونلاين اذا رح يقول لي اذا هذا الرابط في فيروس ولا لا. نعم. الفويس مسجز رولان، هل يمكن ان تحمل فيروسات وتسبب خطوره معينه؟ اجمالا الفويس مسجز بطبيعه الحال ما مفروض يكون فيها فيروسز، بس الاوقات اللي عم بيصير بمحلات معينه عم بيصير بمواضيع اللي علاقه باي شيء اتاتشمنت، يعني الفيروس ممكن يكون اتاتش بوورد دوكيمنت او ببي دي اف دوكيمنت او بباوربوينت، اي شيء صار ممكن يكون الفيروس امبيدد فيه. كرمال هيك حتى هلا كمان رح اعطي نصيحه للمشاهدين، لانه نحن بطبيعه الحال اول شيء بنفكر فيه بس بدنا نكون عم نعمل اي شيء بالشغل او للجامعه او للمدرسه او غيرها، بنعمل نحن جوجل سيرش، حتى صرنا بالعربي الدارج بنقول جوجلها او جوجلت افكاري او اي شيء من هذا الموضوع. كرمال هيك كمان بهيدي البارت في شيء كثير مهم للسيفتي تبعيتنا اللي هي التاليه، اللي هو اذا نحن بنقدر نعمل سيرش على مكافي ويب ادفايزر واللي هول هن فري تولز تابعين للانتي فايروس تبعهم. وفي كمان عندنا شيء تابع للنورتون او تابع لغير انواع انتي فايروسز. فانا هول اذا انا بعمل سيرش عليهم بنزل لي شيء، انا رح فرجي اكزامبل عندي يلي هو انا عندي النورتون. اذا بطلع الشغله هول كل المواقع اللي انا منزلهم بس عم بعمل سيرش، انا حطيت فري سوفت وير داونلود يلي ثلاث ارباع العالم بتركض لتعمل داونلود لبرامج فور فري ببلاش. صحيح. فبيطلع لي هون عده مواقع بقدر انا اعمل داونلود منها لبرامج. بس اذا بيجي بتطلع مثلا هيدا حطيت لي حد النورتون، اذا بنلاحظ النورتون حطيت لي عنه اتس سيف، بينما الموقع اللي تحته حطيت لي كوشن انه هيدا الموقع ممكن يكون فيه فيروس. فهيك ساعتها هول كلهم بريفنشن كثير اساسيين، دائما بنقول درهم وكايه خير من قنطار علاش. نفس الشيء على الانترنت، دائما اذا انا بعمل بريفنشن او بعمل الوقايه تتفادى ينزل عندي الفيروس ارجع بعدين شيله من الجهاز من عندي. فانا هيك من انا وعم بتصفح بقدر اعرف اي رابط في فيروس واي رابط ما في فيروس. نعم. وهون يعني ضروري جدا على اخر راب ما ننزل سوفت وير. نعم. من اي صفحه مجهوله، بدنا نتاكد من امان هذه الصفحه قبل ان نعتمدها. صحيح. وهيدا هون رح فرجي اشياء، في اشياء كثير محدده اللي هي تابعه ل اذا بدك انتي فيروس معروفين، يعني مثل النورتون او مثل ماكافي او مثل افاست، هول اشياء اد اون فور فري بينزلوا لعنا على البراوزر وبنقدر نحن نستخدمهم فور فري. بس هون بدي ادور على نقطه كثير رئيسيه، نحن بطبعنا دائما بنجرب نفتش على اي سوفت وير او اي برنامج او حتى اي في بي ان نستخدمه فور فري ما ندفع تكاليف مصاري عليه او هيك، بس دائما بدنا نعرف شغله انه اي شيء بنستخدمه فور فري يعني ما عم ندفع حقه، يعني رح نكون نحن اللي عم ندفع، يعني نحن المنتج، لانه بالنهايه اي خدمه او اي برنامج بس اي شركه عم تقدم لنا اياه عندها هدف ثاني بالمقابل اللي هي تعمل مصاري. فاذا ما كانت عم تعمل مصاري من ورانا لانه نحن ندفع حق المنتج تنستخدمه، رح تكون عم تستخدم معلوماتنا الشخصيه واشياء من اجهزتنا كان بالموبايل ولا من اللابتوب ولا من غيرها تقدر تبيعها لشركات ثانيه او مؤسسات ثانيه تستفيد منها. وهذا الشيء اللي عم بيصير بفيسبوك، لانه نحن مثلا فيسبوك هيدا بلاتفورم نحن بنستخدمه ببلاش، بس كل الاعلانات وكل الداتا اللي بيستخدموها منا بياخذوها منا هو اللي هن عم يرجعوا يبيعوها ويستفيدوا منها عبر المعلنين وغيرها. نعم. رولان، ما أهمية تبديل كلمات المرور الباسوردز اليوزر نيمز بكلمات مرور معقدة؟ هذا الموضوع كثير أساسي وكثير مهم. كلنا بنعرف هون رح أشرح شو أهمية مش بس تبديل الباسورد، دائما بنقول الباسورد المفروض يكون فيها سمول لترز يعني أحرف صغيرة، كابيتال لترز أحرف كبيرة، أرقام وسبيشال كاركترز، ومفروض تكون كومبينيشن من كل هول، لانه دائما الشخص اللي بجرب هاكر بيكون عم يجرب يعمل هاكينج بيستخدم تقنيه اسمها بروت فورس اتاك، اللي هي بمحل معين كومبينيشن اوف probability، قد ايه في عندي نسبه انه انا اجرب احرف وارقام مخلوطين ببعض تقدر انا اوصل الباسورد. بس يلي الاهم من انه يكون انا عندي الباسورد معقده وهيئها كل فتره هو شيء بسموه تو فاكتور اوثنتيكيشن.
شو يعني؟ يعني انا بس بدي افوت على اي شيء على فيسبوك او تويتر او جيميل او غيره بيطلب مني يوزر نيم اند باسورد اللي هن شو مثل اذا بدك الاي دي او التعريف تبعوله يلي هن يعتبروا الفيرست فاكتور اوثنتيكيشن. يعني فيسبوك بدي اعطيه الايميل والباسورد تيجي يقول مزبوط هيدا رولون ابي نجم. بس هيدي بطبيعه الحال كثير سهل حدا يسرقهم. كرمال هيك انا بنصح كل العالم على مواقع التواصل الاجتماعي او على الايميلز وغيرها يستخدموا شيء بنسميه ترو فاكتور اوثنتيكيشن. شو يعني؟ يعني انا بزيد لاير ثانيه من السكيورتي ستيب ثانيه فانا بمحل معين بقدر اربطها برقم تليفوني هيك ساعتها اذا حتى لو حدا سرق لي اليوزر نيم والباسورد جرب يفوت رح يوصل لي كود على تليفوني محطوط فيه هذا الكود. اذا هذا الكود ما حطيته ما حيقدر يفوت على فيسبوك. وهون رح اعمل شير لاخر سكرين من عندي من بشكل سريع لو سمحت اللي هي رح اكيد اذا بنفوت على باي موقع تواصل اجتماعي على السيتنجز على السكيورتي اند لوج ان ببين عنا كل السكيورتي اللي نحن مفروض نزيدهم وبيناتهم التو فاكتور اوثنتيكيشن يلي دائما مفروض تكون اون تقدر انا بمحل معين يكون عندي سكيور اكونت وما حدا بيقدر يسرق لي اياهم حتى لو بمحل معين كان معه اليوزر نيم والباسورد. حلو كثير رولان. يعني منذكر طبعا بانه هويتنا صارت موجوده بهالعالم الافتراضي بكمبيوترنا، هيدا واقع الحال، لذلك من مسؤوليتنا حمايه هذه الهويه. الخبير في امن المعلومات والتحول الرقمي رولان ابي نجم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الكويت. شكرا لك توني، شكرا للمشاهدين.